عن اسم الله الأعظم. عزيزي هاي محاضرات موجودة ترى، محاضرات موجودة ترى، يعني يمكن للإنسان أن يجد في بعض شرح بعض الكتب العقائدية كلاما عن هذه القضية من دون حاجة إلى إعادتي. ما رأيكم بالشيخ أحمد الوالي؟ عزيزي الشيخ الوالي عالم من علماء مدرسة أهل البيت وخطيب خدم المذهب الشيعي خدمة كبيرة، لعله لم يصل إلى هذه الخدمة أحد في تاريخ مدرسة أهل البيت طول المدة التي اعتلى فيها على المنبر، وكان له دور كبير، وكان عنده تدريس، وكان أستاذا لمادة تفسير القرآن، وحصل على شهادات. لا مجتهد، لا الشيخ الوالي ليس مجتهد، حصل على شهادات عدة، والرجل عالم بكل معنى الكلمة. وأنا تحدثت عنه مرة في بث خاص وعن خصوصية في شخصية الشيخ.